وه مش متعود تسهر كده، في حاجة ولا ايه يا حاج؟ اسكت، مش النهاردة رأس السنة؟ ياك محضر لي مفاجأة. مفاجأة؟ ده انا مستني الويد عشان النهاردة في لابش رأس السنة وكده، عشان يخش علينا سكران من بره. غور يا اخي، ما تطلعش منك حاجة حلوة ابدا. روح روح للدور الشفاف. لا انت اللي شفتي منك حاجة حلوة قبل كده. خد هن، رايح فين؟ عايز هنام. تعال بس اقعد معايا دقيقتين وبنام براحتك. تعود هنا. نعم يا بابا. افتح لي حنكك يا بابا، ما تتعبش نفسك، والله ما شارب حاجه، وسيبني انام عشان جاي فاصل. ما انت فاصل من اللي انت عملته انت واصحابك النهارده، تقعدوا تحلوا بعض. يا عم اشرب ده يوم في السنه وانت بق بق بق، وتجي لي انا سكران هنا برضه. اها يا بابا. يا مصبتي بتعملوا ايه؟ اوعى تفهمي غلط، هو يا ماما اللي مصمم يفتح لي بوق، امال اقول له عيب ماما تزعل، يقول لي لا مالكش دعوه. ليلتك مجندل النهارده. لا ده انا اروح عند بيت ابويا طالما انا ماليش لازمه معايا. كان ما تبوس الود، كان ما تبوس الود قطعت خالص. يا واد خش جوه نام وانا ماشي على بيت ابويا. انت يا مره هتفضحيني قدام الناس؟ خد اقول لك افهمك.